مراسل العربي من غلاف غزة. أحمد مرحبا بك، ما الذي دار في جلسة الحكومة الإسرائيلية؟ أبرز النقاط والملفات التي تم مناقشتها. عدد من الأمور تناولتها جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم، منها الأوضاع في قطاع غزة وبالأساس منع عودة النازحين الفلسطينيين من المناطق التي هجروا منها شمالي قطاع غزة. أصر ضباط الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الجلسة أن الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال يمنع عودة النازحين الفلسطينيين من مناطق جنوبي قطاع غزة إلى مناطق الشمال. وكان الوزير إيتمار بن غفير قد أصر على حصوله على معلومات تفيد بأن عددا من النازحين الفلسطينيين تمكنوا من العودة إلى مناطق الشمال. هذه الادعاءات رفضها ممثل الجيش في جلسة الحكومة الإسرائيلية، وقال إن جيش الاحتلال يسيطر على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية وبالتالي يمنع عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي القطاع. هذه القضية أيضا كان قد جرى التطرق إليها خلال الفترة الماضية على لسان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي قال في إحاطة للصحفيين الإسرائيليين إنه لن يسمح بعودة النازحين خلال الفترة القريبة إلى مناطق شمالي قطاع غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يدرج مسألة عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي القطاع ضمن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى المقبلة، يريد الضغط أكثر على حركة حماس، وبالتالي قد يدرج هذا الأمر ضمن المفاوضات المقبلة. حتى الآن يصر الاحتلال الإسرائيلي على أنه لن يسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق الشمال، رغم حديث أكثر من وسيلة إعلام إسرائيلية عن أن الاحتلال الإسرائيلي انتقل بالفعل إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة تحديدا في مناطق شمالي القطاع. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في السابق إلى أن هذه المرحلة ستشمل أمرين، الأمر الأول هو عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي قطاع غزة، والأمر الثاني هو فتح المعابر الحدودية في مناطق الشمال، هنا معبر بيت حنون من خلفي، لكن أيضا فتحة أخرى في الجدار قرب بئيري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمالي قطاع غزة. لكن حتى الآن لم يقم الاحتلال الإسرائيلي بأي من هذين الأمرين، لا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمالي قطاع غزة ولا بإعادة النازحين إلى هناك. صحيفة آرتس كانت تتحدث عن ضغوط أمريكية في هذا السياق، تحديدا مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مواقع شمالي قطاع غزة. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد سرع خلال الفترة الماضية مباحثاته الداخلية من أجل إتاحة إدخال هذه المساعدات إلى مناطق الشمال استباقا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. من غير الواضح أيضا إن كان بلينكين سيتطرق إلى هذا الموضوع في مباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين يوم غد، أو أنها في نهاية المطاف سيتم تأجيلها للفترة المقبلة. كل هذه الأمور غير واضحة، لكن هي من ضمن الأمور التي كانت تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اهتمام أمريكي بالأزمة الإنسانية الخانقة شمالي قطاع غزة، ضمن اتفاق على ما يبدو تم التوصل إليه بين الإدارة الأمريكية إدارة بايدن وبين حكومة بنيامين نتنياهو، وهي كلما أدخل الاحتلال الإسرائيلي مساعدات أكثر إلى قطاع غزة كلما دعمت الإدارة الأمريكية الحرب على قطاع غزة أكثر. نلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية تناقش مختلف هذه القضايا قبل زيارة بلينكين، عشية زيارة بلينكين، لكن هذه نقاشات بحسب التسريبات الواردة حتى الآن نقاشات عامة سجالات بين الوزراء، لا يتم في نهايتها التوصل إلى قرار بإدخال المساعدات أو عدم إدخال المساعدات، وكأنها مجرد نقاشات على هامش الجلسة. شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة من غلاف غزة.